السيدات والسادة ضيوف المنبر التقدمي، قيادات الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، الرفيقات والرفاق أعضاء المنبر التقدمي، يسرنا أن نرحب بكم في المهرجان الخطابي معا ضد الفساد الذي ينعقد بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد بمشاركة كل من المنبر التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الوطني الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الصف الإسلامي، تجمع الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى كتلة تقدم الاتحاد النسائي البحريني واتحاد نقابات وعمال البحرين. يأتي هذا المهرجان وقد شهدنا قبل أسابيع صدور نسخة جديدة من تقرير ديوان الرقابة المالية، مسلطا مرة أخرى الضوء على قضايا الفساد وهدر المال العام. وفي ضوء ما تشهده مملكة البحرين من تحولات في السياسات الحكومية مصحوبة بتراجعات على مستوى مسؤولية الدولة تجاهات القطاعات الرئيسية أو تجاه القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والإسكان والتوظيف، كان لزاماً أن ينعقد هذا المهرجان الخطابي. أما الآن فيسرنا أن أدعو أو يسرني أن أدعو إلى المنصة أمين عام المنبر التقدمي الرفيق خليل يوسف لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل. السيدات والسادة ممثلي الجمعيات السياسية، السيدات والسادة ممثلي الاتحادات والنقابات، الحضور الكرام، السلام عليكم. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أستهل هذا المهرجان الخطابي بتقديم التهنئة الحارة لمنتخبنا الوطني ولوطننا الحبيب على الفوز الذي حققته البحرين بحصولها على كأس الدوري 24، وأن أعبر عن تقديرنا العميق للجهود الكبيرة التي بذلها منتخبنا الوطني لتحقيق هذا الفوز الذي أشاع الفرحة في نفوس كل البحرينيين. الفرحة غطت وطنا كاملا، ونلتقي بعون الله على الأفراح دوما وبانتصارات للشعب والوطن في كل المجالات، وحب الوطن يجمعنا على الدوام. الآن اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن قيادة منبر التقدم أن أتقدم لكم جميعا بالشكر والتقدير العميقين على هذا الحضور ومشاركتكم معنا في هذا المهرجان الخطابي ضد الفساد. ونشدد هنا بأن هذا أول مهرجان من نوعه، كونه يمثل باكورة حراك وطني مشترك بين جمعياتنا السياسية، وهي رسالة دالة على أننا متحدون ضد الفساد ونرفض رفضا جازما أي تساهل مع أي مظهر من مظاهر الفساد أو تلكؤ في محاربته بحزم وصرامة، كما نرفض أي حسابات تجعل الضالعين في الفساد بمنأى عن أي مساءلة أو حساب، كما أن هذا المهرجان رسالة أخرى دال على ما نطمح إليه من وطن معافى لا يعبث فيه فساد أو فاسدون ولا يحال مستقبله إلى ظلام ولا تحول فيه الأزمات إلى فرص. وطن كل مواطن فيه له دور ومسؤولية، وفي هذا السياق يأتي هذا العمل الوطني المشترك الذي يستهدف مسيرة خدمة هذا الوطن الحبيب الذي يستظل بفيه كل المواطنين بمختلف جذورهم وتكويناتهم وانتماءاتهم، لنؤكد من خلاله
على دورنا جميعا في مناهضة الفساد في جميع مناحي الحياة العامة. الحضور الكرام، نعتز بحضوركم والمشاركة في هذه الوقفة ضد الفساد. جئتم مدفوعين معنا بهم واحد ووجع واحد، ويحذوكم معنا أمل واحد، هدف نحلم به جميعا ونسعى لبلوغ ناصيته، وهو أن يكون وطننا وطنا سليما لا تعبث فيه آفة الفساد. فالفساد يناقض الإصلاح والصلاح، يقوض الديمقراطية، يضرب حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في الصميم، ويحرف سيادة القانون، ويقزم التنمية الاقتصادية، ويؤزم المشكلات الاجتماعية. لذا لم يكن مستغربا أن يشهد هذا الوطن تركيز كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هدف تحقيق شراكة عالمية تركز على تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية. اليوم العالمي لمكافحة الفساد لهذا العام الذي نحتفي به اليوم هدفه إذكاء الوعي ومحاربة الفساد، وتبنت الأمم المتحدة في هذا السياق وعلى عدة سنوات شعارات مثل مكافحة الفساد أولوية وطنية، معا ضد الفساد، متحدون على مكافحة الفساد، كن فاعلا ضد الفساد، معا من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد، ونحو شراكة فاعلية لتعزيز النزاهة، وأخيرا محاربة الفساد مسؤوليتنا جميعا. هذه شعارات مرت علينا مع الأسف، شعارات نراها أو أراها مناسباتية مرت مرور الكرام، خاصة إنه بات معلوما كيف أن بعض الدول رفعت هذه الشعارات وغيرها، ولكنها في الواقع تراجعت عنها بشكل أو بآخر. والأسوأ حين وجدنا أن هناك أنظمة وسياسيون يتعيشون من الفساد بشكل سافر وفي منتهى الفجاجة، فيقضوا إصلاح هذه الأنظمة في أحسن الأحوال مجرد استبدال أشخاص اتخموا من السلب والنهب ليأتوا بفاسدين جدد. لذلك غريبا أن نجد الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها ولا تزال تشهدها بعض الدول العربية إلا وكان شعار محاربة الفساد ونبذ الفاسدين وحماية المال العام أحد أهم دوافع وشعارات وصرخات هذه الاحتجاجات والانتفاضات. علينا في هذه المناسبة أن نستذكر ما قاله اليوم قبل ساعات تحديدا أمين عام الأمم المتحدة في هذه المناسبة التي تجعلنا الآن، هو يقول الفساد يجعل من حق الناس أن يغضبوا وأن يثوروا، وأن نؤكد معه على دور الشباب في القضاء على الممارسات الفاسدة والتصدي لها. وإذا كانت الأمم المتحدة تركز هذا العام على مكون الشباب في حملتها التي تنطلق من ثلاث مجالات أساسية، أولها أن الفساد يعرقل أهداف التنمية المستدامة، وثانيهما أن الشباب يجب أن يقود التغيير من أجل العدالة، وثالثهما الاتحاد لمكافحة الفساد. وبدورنا نشدد على دور شبابنا في مملكة البحرين في مكافحة الفساد في مختلف المجالات والقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، كما نشدد على أن شعارات محاربة الفساد وخلق وطن سليم معافى لا يمكن أن تطرح بعيدا عن منظومة كاملة من الإجراءات أهمها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، لأن محاربة الفساد إذا كانت صادقة وجادة وحازمة ينبغي أن تكون ضمن هذه المنظومة، ولا يمكن لها أن تنجح خارجها. واسمحوا لي هنا أن أستذكر ما قالته رئيسة منظمة الشفافية الدولية،
بأنه يمكن للفساد أن يستشري بشكل واسع حين تستند الديمقراطيات إلى أسس هشة، وحين يستغل ذلك السياسيون والمناهضون للديمقراطية بيئة الفساد لمصلحتهم. وأضيف إن الأسوأ والأخطر حين يكون هؤلاء هم صناع الفساد ومنتجوه، وهذا ما شهدناه في عدة بلدان أحال الفساد مستقبلها إلى ظلام. الحضور الكرام، نود الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أصدرت قبل ساعات من هذا اليوم تقريراً رصدت فيه حجم الفساد العالمي على مدى سنوي، وأعلنت أن قيمة الرشاوي حول العالم تبلغ نحو تريليون دولار سنوياً، وأن قيمة المبالغ المسروقة من خلال الفساد تزيد عن 2.5 تريليون دولار سنوياً، وفي البلدان النامية قدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ الفساد الإنمائية المساعدة الإنمائية المقدمة. لذلك برأي الأمم المتحدة يكشف عن الفشل المتواصل لأغلبية الدول في الحد من الفساد بشكل فعال، وهو أمر يساهم في مفاقمة أزمة الفقر والديمقراطية في العالم. كما أود أن أشير في هذه المناسبة أننا أصدرنا كجمعيات سياسية بيانا مشتركا، وهذا المهرجان الخطابي يؤكد على أننا متحدون ضد الفساد، وأننا جميعا معنيون بمناهضته، ونحن على ثقة باستمرارية هذا الموقف، موقف ثابت لا يقبل التأويل ولا المساومة، وأننا جميعا متحدون ضد كل أشكال الفساد، وقناعتنا أنه يمثل أكبر تهديد للاستقرار والطمأنينة. ندرك بأن استشراء الفساد يفقد المجتمع توازنه، ويضرب المجتمع في قيمه الإنسانية، وفي مستنقعه تتحول الضمائر والذمم والشرف والمبادئ إلى سلعة تباع وتشترى. ونؤمن بأنه لا ملاذ للمواطنين في وطن يخيم عليه الفساد، والأسوأ على الإطلاق حين يكون الفساد ظاهر عام، ويصبح الإفلات من العقاب للفاسدين هو السائد، ويصبح تطبيق القانون على الفاسدين هو الاستثناء، أو على الأقل يصبح تطبيقه على الصغار ويتجاهل الكبار ويتجاهل فساد الكبار. أننا في هذه المناسبة نكرر دعوتنا بجعل محاربة الفساد في صدارة الاهتمامات الأولوية للدولة من الحكومة وسلطة تشريعية وسلطة قضائية ومجتمع مدني. وفي هذا الإطار نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمحاربة الفساد، علما أن هذه الخطوة أحد مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي انضمت إليها وصادقت عليها مملكة البحرين في عام 2010. كما نشدد على دور المجلس النيابي في التصدي للفساد، وأن يعمل هذا المجلس على استعادة صلاحياته التي قيدت في مشاهد لا تخفى على الذاكرة أو لا تغيب عن الذاكرة، مشددا أيضا على أن النواب اليوم أمام امتحان، أكثر من امتحان، للتصدي لملفات عنوان ومحور كل منها الفساد. ولعل من أهم وأبرز هذه الملفات اليوم هو ملف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ففيه ما يفرض على نوابنا سرعة تفعيل دورهم في الرقابة والتحقيق والمساءلة، وكلها من صميم دورهم. كما من مسؤوليات النواب التصدي لكل أشكال استغلال السلطة وتخطي تطبيق القانون وتعارض المصالح وهدر المال العام، ويجب أن تكون مواقفهم ومواقف كل القوى في الساحة موقف واضح وقوي وثابت، إيمانا بأن الفساد يمثل أكبر تهديدا للاستقرار والطمأنينة، ويضرب المجتمع في قيمه المجتمعية والإنسانية، داعين النواب أن يحملوا على عاتقهم وقت كل مسؤولية وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد، استراتيجية تشارك في إعدادها وفي متابعة تنفيذها كل مكونات المجتمع البحريني، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
علما بأن هذه الاستراتيجية هي الأخرى من مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، آملين من السلطة التشريعية العمل على سن التشريعات وإيجاد الآليات التي تستهدف محاربة الفساد وتقليص استخدام النفوذ لمصالح شخصية وفئوية وحتى طائفية، وكذلك العمل على إدخال الإصلاح وتعزيز الشفافية وتنمية قيمة مناهضة الفساد ضمن المناهج الدراسية، تعزيزاً للإجراءات الوقائية مضادة للفساد ودعماً للجهود والخطوات التي تبذل أو تلك التي يفترض أن تبذل وهي كثيرة لمكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين، مع الفساد والفاسدين. وحتى نكون أكثر وضوحاً وشفافية نقول أن التصدي الجاد والفعلي والسريع والحازم للفساد في بلادنا لا يحتمل أي تأخير، كما لا يقبل التراخي ولا يقبل المزايدات ولا المجاملات، فالأمر يتعلق بمسيرة دولة ونهضة وطن ومستقبل مواطنين، وكل ما يعرقل مسيرتنا الوطنية يجب عدم التلكع عن مواجهة بشكل سريع وحازم. هذه مسؤولية الجميع دون استثناء. في الختام لا يسعني إلا أن أكرر اعتزازنا في المنبر التقدمي بمشاركة الجميع في هذا المهرجان وبعملنا المشترك بين الجمعيات السياسية، آملين أن نخطو في هذا البلد خطوات متقدمة وملموسة في محاربة الفساد، وأعتقد أن مدى جدية التعاطي مع مخرجات تقرير ديوان الرقابة إزاء المخالفات التي ترتقي إلى الفساد ما هو إلا خطوة باتجاه تأكيد هذه الجدية. أرحب بكم مرة أخرى والسلام عليكم. شكرا للرفيق خليل يوسف على هذه الكلمة. مرت البحرين قبل سنوات بطفرة كبيرة في أسعار النفط كان يعول عليها لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية بديلة عن ريع النفط، لكن ما حصل أننا لم نستفد من هذه الفرصة. فعوضا عن ذلك أهدرت هذه الفرصة عبر كم من هائل من التجاوزات المالية والإدارية التي تشهد عليها التقارير الرسمية الصادرة عن الدولة. وبدل أن يتحمل صناع القرار مسؤولياتهم عن هذه السياسات الخاطئة التي أدت لتكبد البحريني مديونية كبيرة، اختير المواطن ليدفع ضريبة هذه الإخفاقات عبر تحميله أعباء فروض ضريبية مباشرة وغير مباشرة، ووضعه أمام سياسات تقشفية تهدد أمنه واستقراره. كلمة المنبر الوطني الإسلامي يلقيها الأستاذ خالد القطان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، لا يخفى على الجميع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والتي تقف خلفها العديد من الأسباب، لعل من أبرزها الفساد المالي والإداري والسياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وهو ما أحدث خللاً واضحاً بين الموارد المحدودة وعجز الموازنة وبين متطلبات المواطنين، وصولاً إلى برنامج التوازن المالي بعد تزايد الدين العام للدولة بعد سنين من الوفرة في أسعار النفط والتي لم يتم استثمارها بشكل مستدام، كما لم يتم استغلال عائداتها في بناء اقتصاد المعرفة أو في رفض التعليم والبحث العلمي كما نصت على ذلك رؤية البحرين 2030. إنما تعانيه بلادنا والعالم اليوم من أزمات اقتصادية طاحنة هو نتيجة حتمية لتغلغل المخالفات المالية والإدارية والفساد وغياب النزاهة في الإجراءات المالية، ولذلك فإنه يتحتم علينا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لوضع حد لهذه الظاهرة
التي تهدد التنمية وتنخر في الاستقرار الاقتصادي للبلاد. إن التحول الاقتصادي الذي تمر به البحرين الآن وتبعاته الاجتماعية يعد تحدياً خطيراً لاقتصاد مملكة البحرين، ويجب التعامل معه بحذر وأن يسهم فيه الجميع حسب مسؤوليته، ومن دون تحميل المواطن عبء الحل لهذا التحدي الخطير، فيجب حماية حقوق ومكتسبات المواطنين المعيشية وعدم تحميلهم أعباء إضافية جراء رفع الدعم أو إعادة هيكلته مع ضرورة الوضع في الاعتبار الموازنة بين الموارد المحدودة للدولة ومتطلبات المواطنين. إن انتشار الفساد المالي والإداري في أي مجتمع يؤدي إلى عواقب وخيمة تتعدى المال المسروق إلى المجتمع واستقرار الدولة، فكل فساد يتسبب في إعاقة التنمية والتطور وتنفيذ المشاريع الحكومية، مما يؤدي إلى ضعف الأداء الحكومي في تنفيذ الخطط والبرامج، وبذلك فإن أكثر من يتأثر بذلك هم الفئات الضعيفة في المجتمع التي تحتاج إلى دعم الدولة لهم، سواء في المجال الاجتماعي أو المعيشي أو التعليمي أو الصحي. وتتأثر كذلك هذه الفئات بطريقة مباشرة أخرى عندما تسعى الدولة إلى علاج الوضع الاقتصادي الذي يفاقمه الفساد ويزيد من حدته، حيث تتخذ خطوات تقشفية أو إجراءات ضريبية متنوعة لعلاج العجز المالي. وأول ما يتأثر بتلك القرارات هم هذه الفئات التي سوف تخسر دعم الدولة المعيشي ويضعف الاهتمام بالتعليم المجاني والصحة العامة. إننا نرى أنه من الأولوية التي يجب أن تضعها الحكومة في مقدمة جدول أعمالها هو مكافحة الفساد المالي والإداري، وكذلك مراجعة الأخطاء السابقة والسياسات التي تسببت في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البحرين في الوقت الراهن، والإنصات الخبراء والمتخصصين الذين لديهم الكثير من المقترحات والحلول من أجل البحث عن بدائل التمويل عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين. فهذا واجبها في الحفاظ على المال العام الذي حرمه الدستور، كما ورد في المادة 9 الفقرة باء منه بأن الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، فما بالك بواجب الحكومة. الحضور الكريم، إننا نؤكد على دعمنا للسياسات أو القرارات التي تصب في صالح علاج عجز الميزانية، ولكن مع حفظ حقوق المواطنين، لكننا في الوقت ذاته نرفض وبشدة أن تكون تلك السياسات على حساب جيوب المواطنين وانتقاصا من مكتسباتهم التي نتطلع ونطمح إلى زيادتها لا نقصانها. وبالتالي فإننا نؤكد أنه يجب على الدولة وهي تتخذ خطوات حقيقية لمكافحة الفساد ووضع سياسات لضمان عدم تكرارها، فإنه عليها أيضا وضع ضمانات حقيقية وجادة بشأن حقوق ومكتسبات المواطنين، سواء الموظفين أو المتقاعدين أو من الفئات غير القادرة خاصة. ما تزال لدينا في البحرين الحبيبة التي تتمتع بالأمن والاستقرار فرصة حقيقية يجب اغتنامها من أجل التطوير والتقدم والازدهار، والعمل على مراجعة القصور والتجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها عدد من الوزارات والمؤسسات، وذلك من خلال العمل بجد على محاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي ومحاسبة المفسدين وتقويم المقصرين واسترداد مئات الملايين من الدنانير المهدرة إلى ميزانية الدولة من أجل سد العجز وتطوير الخدمات والحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين. أيها الأخوة والأخوات، إن المنجزات السياسية والاقتصادية التي تحققت للبلاد تبقى مهددة إن لم تجفف منابع الفساد وإزالة أسبابه وتوجيه المجتمع للحركة الجادة نحو العمل والإنتاج وتوظيف الطاقات البشرية والابتعاد عن هدر الموارد حتى نتمكن من تحقيق الكفاية والقضاء على البطالة بتوفير العمل اللائق لكل قادر وضمان الرعاية لكل عاجز. إن الفساد يعطل تحقيق الأهداف الإنمائية ويجر البلاد إلى التخلف والتدني في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كالتعليم والصحة، إذ يستنزف الثروات العامة ويضعف موارد الدولة بشكل يجعلها عاجزة عن القيام بمهامها الأساسية التي حددها الدستور.
إننا نرى أنه يجب علينا جميعاً العمل على بناء سياسات وتشريعات لمكافحة الفساد المالي والإداري، حيث أن غياب الرقابة والمحاسبة يفقد أي نظام قدرته على الحيوية والعطاء، ويصبح غير قادر على التحول نحو النضج المؤسسي. وغياب الرقابة من أهم الأسباب الرئيسية لانهيار الاقتصاد والخدمات. ومنها أولاً من الخطوات التي يجب أن نأخذها منح الجهات الرقابية صلاحية أكثر، بحيث تكون قادرة على نشر تقاريرها بشفافية كاملة، ولديها صلاحية إحالة المخالفات والتجاوزات إلى القضاء دون إذن من أحد. ثانياً أن تكون جميع الجهات والمؤسسات الرقابية تابعة لمجلس النواب. ثالثاً تفعيل دور الرأي العام في عملية الرقابة على المؤسسات ومكافحة الفساد والهدر والتمييز، واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيينات السلطة التنفيذية. رابعاً إنشاء نيابة عامة خاصة لمكافحة الفساد الإداري والمالي. خامساً متابعة توصيات تقارير ديوان الرقابة وتفعيلها. زيادة الشفافية من خلال إقرار وتفعيل حق الإطلاع على المعلومات لكل مهتم. سابعاً سن تشريعات تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية وعدم التصرف فيها إلا من خلال القانون. ثامناً ضرورة تفعيل ما تم إقراره من قوانين وجعلها في محل التطبيق والتنفيذ. وأخيراً سن حزمة أخرى من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد والمخالفات المالية والإدارية التي استشرت في كثير من الوزارات والمؤسسات، والذي كشف بعضا منها تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر مؤخرا، والعمل على إدراج تدابير مكافحة الفساد وكيفية استرداد الأموال المتعدى عليها في جميع البرامج الوطنية، وذلك تفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إن المرحلة المقبلة لا تحتمل مزيدا من الأخطاء، ويتطلب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بكل شفافية ونزاهة، من أجل تقديم أصحاب الخبرات والكفاءات التي تتمتع بالمصداقية والوطنية والنزاهة، وإبعاد كل من لا يمتلك المؤهلات الكافية للقيادة، وكذلك المفسدين وأصحاب المصالح الخاصة الذين أضروا بالوطن والمواطن، لأن استمرارهم في مواقعهم التنفيذية يمثل مزيداً من الاستنزاف والخسارة لموارد الوطن، ويعتبر وجودهم تعزيزاً للفساد ولا حماية لأموال الدولة. السيدات والسادة، ختاماً فإننا نؤكد على ضرورة محاربة الفساد، وكذلك نؤكد على أن رؤيتنا للسياسات الاجتماعية للدولة تقوم على ضرورة تحقيق التطور والرقي المنشود من خلال سلامة الفرد وتنمية قدراته، وتوفير نظام تعليمي متقدم، والحفاظ على ثروات البلاد ومقدراتها ومواردها الطبيعية والبيئية وحسن إدارتها، والقضاء على التمييز ومنع الاحتكار، وحماية محدودية الدخل، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب، وتوفير مصادر تمويل مناسبة لها، وتطبيق سياسات اجتماعية تخلق حياة كريمة للمواطنين وشبكة من الأمان الاجتماعي خاصة لذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل والمتقاعدين والمسنين والأرامل والمطلقات والأطفال والمرضى وجميع هذه الفئات. هذا ونتمنى أن تكون هذه الأشياء وهذه يعني النقاط في محل التطبيق. وجزاكم الله خير وشكرا. نشكر الأستاذ خالد القطان على هذه الكلمة الوافية. يعد الفساد جريمة مهددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لذا فإن الحملة الدولية لمكافحة الفساد تركز هذا العام على تأثير الفساد على قطاعات التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية، وهي كلها قطاعات لم يخلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ذكرها في مجمل التجاوزات التي أحاقت بالدولة. والآن فلنبقى مع كلمة الاتحاد النسائي البحريني، وتلقيها الأستاذة بدرية المرزوق، فلتتفضل. Yeah.
حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي صوت؟ أوكي. يطيب لي أن أكون بينكم اليوم في هذا المهرجان الخطابي وأن ألقي كلمة الاتحاد النسائي البحريني لأسلط الضوء على ما تعانيه المرأة البحرينية من مشاكل وتبعات للفساد بشتى أنواعه وصوره. في بلدنا أسهم الفساد إلى تقليص وشح الفرص الوظيفية أمام الشباب والقوى العاملة المؤنثة على وجه خاص، فيما تعانيه البحرينية من نسب بطالة مرتفعة تجاوزت 80%، وهو الشاهد على تبعات هذه الآفة. وتتصدر تخصصات العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس وقوائم العاطل وعلم النفس وقوائم العاطل قوائم العاطلات، وزاد على هذه الفئات مؤخرا فئة المتعطلات من خريجات القانون. فبعد أن كانت خريجات الحقوق فاعلات ومتصدرات في ساحات القضاء والعدالة، أصبحن يعانين البطالة والذل أثناء فترة تدريبهن والإجحاف من قبل بعض المكاتب في حالة فساد واضحة تصدرتها بعض الصحف، مستغلين حاجتهن لرسالة القسم التي تجيز لهن حضور الجلسات والمراجعة والمعاملات. لكن مع الأسف هذه شكواهم لم توليها الجهات المختصة الاهتمام اللازم. ويصعب أن أتحدث عن الفساد وما يلقيه من تبعات على المرأة العاملة دون التطرق إلى واقع المربيات العاملات في رياض الأطفال واللواتي يعانين الأمرين وسط إهدار لأبسط الحقوق المادية والمهنية في الراتب والتأمين الاجتماعي والإجازة الصيفية واحتساب الأجر الإضافي وساعات الرعاية المدفوعة في الأجر وفي الراتب الذي لا يكفي لتلبية الأدنى للمعيشة. وبعد سنوات من الوعود الرسمية والانتظار لبرنامج كثر الحديث عنه وبأنه سيجري تحول في واقع هذه الفئة، لكن الشكاوي التي وردت تظهر أن المشروع الموعود ما زال يعاني الكثير من العثرات التي تعوق دون استفادة بعض العاملات في رياض الأطفال. وفي السنوات الأخيرة أطل علينا وجه جديد للفساد والاستغلال عبر دعم أجور العاطلات الشابات من صندوق العمل تمكين، فقد شكت مجموعة من عدم التزام أرباب بالعمل بدفع الراتب المستحق 400 دينار للجامعيات والاكتفاء بمنحة الصندوق التي لا تغطي سوى النصف من هذا الراتب. أمر آخر يرجى الالتفات إليه ونحن نناقش الفساد وتبعاته الاجتماعية، وهي ما عمدت إليه بعض الجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة من تقليص للنفقات أدى إلى الاستغناء عن خدمات الحلقة الأضعف في سلسلة تقديم خدماتها، كما هو الحال مع مراسلات وعاملات النظافة التي أدى لتسريحهن وبتن بين ليلة وضحاها بدون أي حقوق. أختم حديثي بالتطرق للمشكلة الرئيسية التي تؤرق شرائح واسعة من الشباب والشابات البحرينيات، وهي منافسة العمالة الأجنبية لهم في سوق العمل وفق قواعد غير عادلة وغير إنسانية، فلا يتم إعطاء الأولوية للبحريني ولا يوجد هناك إلزام للشركات بأولوية توظيف البحريني أو البحرينية، بزعم أن الاقتصاد البحريني هو اقتصاد مفتوح، ناهيك عن أن بعض الشركات تتحكم في مفاصلها الأجانب. فأين وصلنا حتى بات الأجنبي يتحكم في توظيف أبناء البلد؟ والأمر لا يقتصر على القطاع الخاص، فالأدهى من ذلك هو تمتع الأجانب بوظائف مميزة وعالية في القطاع العام، وهذه هي الطامة الكبرى. بعض الإناث الأجانب يشغلون وظائف سكرتارية وإدارية في الوقت الذي تكون فيه البحرينية عاطلة وتتمنى أن تحصل على وظيفة في القطاع العام لامتيازاته الخاصة. وقد كشفت الإحصائيات إلى أن عدد الأجانب في القطاع الحكومي قد بلغ 9370 موظفاً أجنبياً مقابل 53932 مواطن بحريني، أي بنسبة 15%. وتفصيلياً بينت أن عدد الذكور الأجانب العاملين بالحكومة 6555 مقابل
مقابل 3175 أجنبية يعني في الحكومة. فلماذا توظف الإناث في وظائف قطاع حكومي في الوقت الذي تعج سوق العمل من الإناث العاطلات اللواتي هضمت حقوقهن وألغيت ضمانات حياتهن بالعيش الكريم، وهم يجرون أذيال الخيبة والفشل لسنوات طويلة بحثا عن وظيفة بالرغم من حصولهن على الشهادات العليا؟ يتجلى الفساد في الوقت ويتجلى الفساد ايضا في ان التوظيف الاجنبي فيه ايضا اهدار للمال، لما يكلف الدوله من مميزات تمنحها للاجنبي لا تمنحها للموظف البحريني. فمن واجب الدوله توفير فرص العمل للعاطلين والعاطلات، وهو حق ضمنه الدستور من الماده 13 التي تنص على ان العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامه ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب، وعلى الدولة أن توفر فرص العمل. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم. كل الشكر للأستاذة بدرية المرزوق. يأتي مهرجاننا هذه الليلة ونحن على أعتاب كارثة كبيرة تواجه قطاعي التعليم والصحة على وجه التحديد وسائر القطاعات الحكومية بصفة عامة. فلقد ساهم برنامج التقاعد الاختياري في تسريح آلاف الكوادر الحكومية دون تعويضهم بالكوادر الشابة المؤهلة التي تتابع قيادة دفة التعليم والرعاية الصحية، مما يجعل مصير سائر الوطن في خطر. كلمة التجمع القومي الديمقراطي يقدمها الأستاذ عبد الصمد النشابة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز خليل يوسف الأمين العام للمنبر التقدمي، الأخوة الأعزاء الأمناء العامين والقيادات السياسية في الجمعيات السياسية، الأخوات والأخوة الحضور، في البداية أود أن أهنئ المنتخب والشعب البحريني بفوزه في خليجي 24 وأشيد بالفرحة العارمة للشعب البحريني بهذه المناسبة. سلام من الله ورحمته وبركاته عليكم جميعا. نتوجه بالشكر والتقدير للرفاق الأعزاء في المنبر التقدمي لتنظيم هذا المهرجان الخطابي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، كما أننا نرحب بالمشاركة الواسعة للجمعيات السياسية في هذا المهرجان، لنوجه رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر أن القوى السياسية في البحرين متحدة في مواجهة الفساد، وعليها أن تواصل جهودها جنبا إلى جنب مع بقية مؤسسات المجتمع المدني من أجل محاربته والقضاء عليه. فقد بات من الواضح أن كافة أشكال الفساد وهدر المال العام الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية، سواء التي أحيلت للنيابة العامة أو للتحقيق أو لاتخاذ إجراءات إدارية بشأنها، هي نتاج خلل وضع في منظومة مكافحة الفساد في البحرين. إن أشد مخاطر الفساد عندما تنتقل تأثيراته إلى الفئات الفقيرة ومحدود الدخل، كونه يحرم البلاد من موارد وأموال وثروات طائلة كان يفترض أن تذهب لتحسين أوضاع هذه الفئات. ولا نبالغ القول اليوم أن من بين الأسباب الرئيسية لتدهور الحالة المعيشية للمواطنين هو استشراء الفساد، وخاصة فساد إنفاق الأموال العامة، مما أدى إلى تفاقم الحاجة لاقتراض الأموال من الخارج حتى في السنوات التي حققت فيها البحرين فائضا في الميزانية، مما أدى بدوره إلى تفاقم الدين العام إلى مستويات قياسية، وباتت خدمة هذا الديون
تلتهم ثلث الإيرادات الحكومية، وهذا أفضى بدوره إلى اتخاذ الإجراءات التقشفية وتنفيذ برنامج التوازن المالي الذي انطوى على رفع الدعم عن السلع الغذائية والبنزين والكهرباء وفرض الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهي الإجراءات التي ثقلت على كاهل المواطن وأرهقت ميزانياتهم وأحالت شرائح واسعة منهم إلى الشرائح الفقيرة من المجتمع، عدا عن تفشي البطالة وتدني مستوى الدخل حتى بات الكثيرون تحت مستوى خط الفقر. فوفقا لأرقام رسمية، هناك أكثر من 4000 بحريني يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار شهريا، فضلا عن نحو 22000 عائلة تتلقى علاوة الغلاء و15000 أسرة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية. إن سياسات الانفتاح الاقتصادي التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتى في الأنشطة والحرف البسيطة التي يمتلكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة، ناهيك عن سياسة التجنيس، إن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتى شرائح الطبقة الوسطى، مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلى ما دون خط الفقر. إننا في هذه المناسبة نشدد على حاجة البحرين الماسة إلى تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الفساد وحذر المال العام، مستمدة أركانها من مبادئ الحوكمة الرشيدة أو الحكم الرشيد، تقوم على 4 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى: وجود ضوابط مؤسسية على السلطة التنفيذية تتمثل في 1- إرادة ورغبة سياسة لمكافحة الفساد، 2- سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، 3- دور برلماني تشريعي ورقابي فاعل، 4- استقلال النيابة العامة، 5- المساواة أمام القانون. المجموعة الثانية: ضوابط على القطاع الحكومي تتمثل في الكفاءة كأساس لتوظيف والترقية والمكافآت، 2- شفافية وحوكمة إدارة الموازنة على مستوى الحكومة والوزارات، 3- نظام فاعل للمساءلة، 4- نظم وأجهزة الرقابة الداخلية، 5- تشريعات قوية ومتكاملة لمكافحة الفساد، 6- تطوير وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية وإخضاعه لتبعية البرلمان، 7- تقرير تقييم الأداء العلنية للجمهور، 8- تشديد العقوبات على كافة أشكال الفساد وهدر المال العام، 9- إصلاح قطاع الخدمات وخاصة الصحة والتعليم والإسكان. المجموعة الثالثة: المساءلة السياسية وتتمثل في وجود أحزاب سياسية فاعلة دون قيود على حرية عملها، 2- حرية العمل السياسية وحرية الرأي والرأي الآخر، 3- قنوات سياسية للتعبير عن المواقف بحرية. المجموعة الرابعة والأخيرة: دور فاعل للمجتمع المدني في مكافحة الفساد يتمثل في وجود قانون لمكافحة الفساد، قانون حق الوصول إلى المعلومة، جلسات علنية لمشاريع القوانين، دور فاعل وحر ونشط للإعلام، 5- دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني الداعمة لمكافحة الفساد، 6- هيئة لمكافحة الفساد يشارك فيها المجتمع المدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ عبد الصمد النشابة. كشفت إحصائية رسمية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن إجمالي عدد سكان البحرين بلغ نحو 1.5 مليون نسمة، وأن عدد الأجانب يفوق عدد البحرينيين بنحو 124,000، وهو ما يضعنا أمام علامات استفهام حول مصير التركيبة الديمغرافية ومستقبل الفرص الوظيفية للمواطنين
أي ما هو مستقبل بحرنة الوظائف؟ كلمة الوسط العربي الإسلامي يقدمها الأستاذ راشد الجودر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الحق، باسمه نبدأ وباسمه نضيء وسط ظلام الفساد شمعة، وباسمه نصلي لأجل أن يعم الأرض السلامة والخير والمحبة، وأن يكثر فيها المصلحون بعدما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهو الله الذي لا يحب المفسدين، وهو الله الذي لا يصلح عمل المفسدين. وتحية لكل الحاضرين القادمين بحلم أن تضيء الكلمات سماء أحال الفساد صفوها إلى قيوم حالكة، تنذر بسيل جارف يترك الأرض قاعا صفصفا يحرق الأخضر واليابس ويحيل النخيل إلى جذوع خاوية، يسحق الزهور ويغرق النفوس في بحر من الكآبة والإحباط والانسحاق، ويسلب الوطن كل مكتسباته من أمن واستقرار وازدهار. لقد اعتدنا نحن المنتمين للجمعيات السياسية أعضاء وقيادات، إضافة إلى المهتمين بالشأن العام من خارج الجمعيات، أننا كلما التقينا في أي مناسبة من المناسبات أو عبر لقاء عابر أن نطلق الآهات دخانا لنار الحسرات على أوضاع تتردى يوما بعد يوم، وعلى فساد يحيل كل جمال في هذا الوطن إلى قبح، وأن نتكلم كثيرا وأن نتذمر دائما ومن كل شيء، ونادرا ما نجد من يطرح حلولا للمشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن، وإذا ما طرحت الحلول فإنها لا تسمع، وإذا ما سمعت فإنها لا تنفذ. لنظل نراوح في أماكننا يستنزفون الزمن والعجز والإحباط، بينما المفسدون في كل مكان من الأرض يسابقون الزمن لمزيد من النهب والسلب وزيادة الفقراء فقرا، ومحاصرة المضطهدين بمزيد من القهر والاستبداد، ويظل الأمل شمسا للحق والعدل تأبى برغم كل قيوم الفساد الحالكة إلا أن تشرق لتعيد للأرض بهاءها، فتسقط كل الأصنام ليتبوأ الإنسان فوقها مكانته الرفيعة التي اختارها الخالق له. واسمحوا لي هنا أن أتجاوز عن بقية ما كنت قد كتبته بالأمس عن الفساد وسبل مواجهته، لأنتقل إلى موضوع آخر قد يبدو للبعض أن لا علاقة له بموضوع هذا المهرجان الخطابي، وذلك هو الحدث الكبير والجميل الذي عشناه بالأمس، وهو فوز منتخب البحرين الوطني ببطولة كأس الخليج العربي، والذي وجدت فيه علاقة لا يمكن تجاوزها بموضوع الفساد الذي نتحدث عنه اليوم. وهذه العلاقة أوجزها بأنه حينما يحقق الوطن انتصارا في مجال ما فذلك دليل على أن هناك فسادا قد تم التصدي له والقضاء عليه في ذلك المجال، أو هكذا يفترض. فلا يمكن للفساد والانتصار أن يجتمعا في مكان واحد،
إن من يتأمل في ذلك الإنجاز الذي تحقق بالأمس يجد أنه في جانب منه كان نتيجة لما تحقق من وحدة وطنية في ساحة اللعب، حينما تجاوز أبناء الوطن الواحد انتماءاتهم الطائفية واجتمعوا على تحقيق هدف واحد وهو الانتصار لهذا الوطن والذي ألقى بظلاله على الشارع البحريني الذي غمرته فرحة واحدة كبيرة لم يشهد الشعب مثيلا لها منذ سنين طويلة. حينما اجتمع في الشارع كل أبناء البحرين على اختلاف انتماءاتهم وهم يحملون أعلام الوطن ويهنئون بعضهم بعضا بعدما زالت من قلوبهم كل الهواجس والمخاوف والشكوك التي اعتادوا عليها في سنين سابقة، فما أعظم هذا الشعب الذي حقق في سويعات ما كنا نحسبه شبه مستحيل على المدى القريب، وما أعظم أولئك الأبطال الذين حققوا في ساعة ونصف ما عجز عن تحقيقه السياسيون والمثقفون ودعاة الوحدة الوطنية. قد يرى البعض فيما أقوله نوعا من المثالية وخروجا وتعلقا بالحلم وخروجا عن الموضوع الذي اجتمعنا لأجله، ولكنني أرى بأننا كجمعيات سياسية تحديدا إن بقينا بمنأى عن المشاعر العفوية للجماهير ولم نشاركها أفراحها مثلما نشاركها همومها وأحزانها، فإننا نحكم على أنفسنا بالعزلة داخل أبراج مهترئة. ولقد وحدنا الحزن يوما حينما سقطت طائرة طيران الخليج يوم 23 من شهر أغسطس عام 2000، والتي كانت تقول ركاما لم يفرق الموت بينهم بناء على انتماءاتهم الطائفية، فقضى عليهم جميعا ليعم الحزن كل قرية ومدينة في البحرين. وها هو الفرح اليوم يجمعنا في ظل وحدة وطنية لطالما تقنينا بها في أزمان سابقة، فطوبى لمن يوحدهم الحزن ويوحدهم الفرح. ولندعو الله جميعا أن يقمر قلوبنا بالمحبة والتسامح، وأن يهيئ لهذا الوطن من أبنائه من يحارب الفساد في كافة المجالات، وأن يجعلنا في طليعتهم، فلا سبيل لتحقيق المكاسب والانتصارات وإعلاء قيم الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية وترسيخ الأمن والاستقرار في هذا الوطن إلا بهذه الحرب المقدسة على الفساد. وألف ألف مبروك للبحرين وشعبها الوفي وقيادتها، وسلام عليكم في البدء وفي المنتهى، وحين تجمعكم المحبة ويسود بينكم السلام والتسامح، وحين تحاربون الفساد فتنتصرون، فيسمو ويعز بكم هذا الوطن. والسلام عليكم. نشكر الأستاذ راشد جودر على هذه الكلمة المعبرة. معا ضد الفساد، لكن كيف؟ وحرية العمل السياسي مكبلة، والرأي والرأي الآخر ملاحق، ومؤسسات المجتمع المدني يضيق عليها كل يوم. معا ضد الفساد. الآن نبقى مع كلمة اتحاد البحرين لنقابات عمال البحرين، يقدمها الأمين العام حسن الحلواتي، فليتفضل. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السيدات والسادة،
اسمحوا لي نيابة عن أخواني في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقواعد الاتحاد العمالية والنقابية أن أتقدم لتنظيمكم الوطني الرائد هذه الدعوة الكريمة من أجل التعبير بكلمة في هذا المهرجان الحاشد ضد الفاسدين ضد الفساد والفاسدين. لقد أصبح اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر يوما تتلاقى فيه القوى المدنية عبر العالم في مواقف ومنصات مضادة للفساد. لقد مر اليوم ما يقرب من 9 سنوات على حركة ما عرف بالربيع العربي والذي انتفضت فيه الشعوب العربية في عدد من الدول ضد غول الفساد والاستبداد. وها نحن اليوم نعود لنرى أن مكافحة الفساد مشروع يجب أن تبقى له الأولوية دائماً بعيداً عن شكل النظام الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي الذي نتبناه. فسواء كنا في نظام ديمقراطية تمثيلية وحكومة منتخبة أو في نظام رئاسي أو في نظام ملكي أو جمهوري، فهذا لا يغير من أولوية مكافحة الفساد فشيئاً. فذلك لا يغير من أولوية مكافحة الفساد شيئاً. فسيبقى الفساد بذاته نظاماً علينا مواجهته والقضاء عليه بغض النظر عن توافقنا حول شكل النظام السياسي الذي نستهدفه. ولقد علمنا قراءة التاريخ أن الفساد من التلون والتنوع والتكيف بحيث أنه اخترق كل الأنظمة السياسية من أوسع ديمقراطياتها وشفافياتها إلى أشدها استبداداً وضيقاً، ولم تخل منه الجمهوريات الشعبية والأيديولوجية أو الديمقراطيات الرأسمالية ولا الملكيات الوراثية، وهذا ما يجعل منه إذن قضية البشرية الأولى التي يجب أن تتصدر اهتماماتنا. وإذا كنا في الشأن المحلي البحريني فلا شك أننا مهتمون بتجربة ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي مضى على أول تقرير منه حوالي 13 عاما منذ 2006، والذي أصبح يوفر للمجتمع المدني والمراقبين والمهتمين مادة خصبة لرصد الفساد ومكافحته. وفي هذا العام جاء التقرير حافلا بالمخالفات والتجاوزات، سوف أقتصر منها على عرض الأمور الأهم على الصعيد العمالي، وهي كالتالي: 81 موظفا أجنبيا بجامعة البحرين وخطة الإحلال غير موجودة، وزارات تقترض على المكشوف ولا خطة لإحلال البحرينيين محل الأجانب، التعاقد مع أجانب بعقود تتجاوز 30 سنة رغم أن تخصصاتهم غير نادرة، أي أن هذه التخصصات اعتيادية وغير حتى احترافية. وزارة التجارة تعطي سجلات تجارية لموظفين في القطاع الحكومي، مجلس النواب يعين موظفين رغم عدم اجتيازهم للامتحان التحريري، صرف تذاكر رجال الأعمال أو في مرحلة رجال الأعمال لموظفين حكوميين من غير شاغلي الوظائف العليا، وغير ذلك من التجاوزات التي لا يمكنني حصرها في هذا المقال السريع. إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نعتقد أنه آن الأوان لأن تنشأ قوى المجتمع المدني على مستواها مرصداً خاصاً بها يرصد الفساد وكلفته بالدينار على اقتصادنا الوطني، مستفيدين من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعززين ذلك بتقريرنا الخاص، وأيضاً يرصد الممارسات الفضلة ويشيد بها للتأكيد على أن مقاومة الفساد ليست مستحيلاً
وليست قدرا كما يحاول البعض أن يوهمنا عليه. فعلينا أن نعمل يدا بيد لمكافحة الفساد، فإن المعركة ليست قضية 9 ديسمبر فقط، ولا قضية يوم واحد، ولا شهر، ولا عام، ولا ربيع واحد، بل هي قضية كل يوم، بل كل لحظة من لحظات حياتنا. واسمحوا لي أيضا بعد الكلمة المكتوبة أن أطلب من الأخوين الكريمين العزيزين النقابيين السابقين الأستاذ عبد النبي سلمان والأستاذ سيد فلاح سيد هاشم، رفيقي الدرب، درب النضال النقابي، وهما اليوم يمثلانا في قبة البرلمان. قال الأستاذ عبد النبي سلمان أن هذا المجلس، في آخر مداخلة سمعتها له، أن هذا المجلس ليس صوريا، وأنا أثني على هذا الكلام. وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما جاء في التقرير المالي من تقارير تكاد تتكرر على نفس الجهات وعلى نفس الوزارات وعلى نفس الوزراء، أقول لهذين الأخين العزيزين الكريمين، واسمح لي إذا تطفلت عليهما في مجتمع مفتوح ولكنهما أخوان قريبين إلى قلبي أيضا وأنا أتعامل معهما بشكل متواصل، أتمنى لا يبقى مجلس النواب وقبة البرلمان ومنصة البرلمان منصة إعلامية فقط لرفع الشكاوى، لننتقد الوزارات وما يجري في الوزارات والوزراء. لم نسمع منذ أن عقد هذا البرلمان على مدى دوراته السابقة أن هناك وزير سحبت منه الثقة أو رفعت عنه الثقة. لم نسمع عن هذه المخالفات التي يعج بها ديوان الرقابة المالية أن البرلمان اتخذ قرارا حاسما بضرورة تعديل الوضع في المكان الفلاني أو الوزارة الفلانية أو الوزير الفلاني. ما أملكه أنا على مستوى الشارع وما تملكونه أنتم جميعا على مستوى الشارع من إبداء التذمر ورفع الصوت يجب أن لا يكون فقط هذا دور البرلمان. وأثني على قول أستاذ عبد النبي سلمان، يجب أن لا يكون هذا البرلمان صوريا. أنتم تمتلكون اليوم أدوات تستطيعون أن تحاسبوا وتراقبوا وأن تتخذوا خطوات، وهذه الأدوات البرلمانية لا نملكها نحن، ولا تملكها الصحافة، ولا يملكها عامة الشعب، ولا هذه المنابر المباركة، ولا ما سمعتم من الأخوان من خطابات واقعا أحييهم عليها. أنتم تمتلكون هذه الأدوات، فلنرى تحرككم على أرض الواقع. نريد خطوات عملية، نرى أن هذا البرلمان يختلف عن سابقه بوجود أمثالكم في هذا البرلمان. واسمحوا لي على الإطالة وشكرا لكم جميعا. شكرا للأستاذ حسن الحلواتي على هذه المداخلة الثورية، ونكمل البرنامج. حين يضيق الحال وتغيب العدالة وتنتفي الرقابة والمحاسبة، يحل الفساد ويتحول إلى ثقافة سائدة. كلمة التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فليلقيها الأستاذ رياض المبارك، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أوفقات ووفاق الأخوة والأخوات، أسعد الله مساءكم بكل خير. في البداية أحببت أن أنقل لكم شكر وامتنان التجمع الوحدوي إلى وفاق في جمعية المنبر التقدمي وللحضور الكريم على تنظيم هذه الفعالية المهمة والتي يحتفل بها المجتمع الدولي لمكافحة الفساد.
الفساد الذي بدأ يستشري في مجتمعنا الصغير ضاغطاً بشكل مباشر على أحد أهم النواحي المؤثرة في الأمن الاجتماعي، متمثلة في توفير فرص العمل، حيث باتت البطالة قنبلة موقوتة تهدد المجتمع. وهنا أحببت التنويه إلى المعلومات الموثقة في التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية، باتت تؤكد بما لا يجعل مجالاً للشك أن البطالة تساهم في تدني الوضع المعيشي للمواطنين، وهي مقرونة بالنسب الغريبة لتوظيف الأجانب والأخوة العرب في القطاع الحكومي. إننا نستغرب أشد الاستغراب من تفضيل العامل الأجنبي على العامل البحريني، ولدينا نسبة بطالة عالية باتت ملموسة عبر الأعداد الهائلة للمواطنين المشاركين في معارض التوظيف. بينما وبين الفينة والأخرى نتفاجأ بإعلانات شوارع في الخارج لشتى أنواع الوظائف الأحق بها البحريني. فالبطالة بحسب ما صرحت به وزارة العمل في سنة 2018 بقيت في معدلاتها المقبولة والآمنة عالمياً، حيث منذ 2016 لم تتعدى نسبتها 4% حسب ما صرحت به وزارة العمل. ونحن ها هنا نطرح تساؤلين في هذا السياق. أولاً، وزارة العمل تقوم بتوظيف الباحثين عن عمل إما عن طريق مراكز التوظيف أو عن طريق معارض التوظيف، ولكن وهنا التساؤل، هل تتابع وزارة العمل ما بعد التوظيف؟ فالكثير ممن تم توظيفهم على أساس أن تدفع جهة العمل نصف الراتب وتدفع الوزارة النصف الآخر، كانوا يستلمون فقط نصف الراتب المخصص من الوزارة، والسكوت هنا أنجى لهذا الموظف المسكين، فهو يرى بأن الحصول على نصف الراتب أفضل 1000 مرة من عدم الحصول على أي شيء. هذا أولاً. ثانياً، في كثير من الأحيان تكون الوظائف الموفرة للباحث عن عمل غير مناسبة، ويتم إجباره ضمنياً بقبولها، وإلا سوف يتم قطع إعانة التعطل عنه. فهل يعقل أن يتم التعامل مع الباحثين عن العمل بهذا المنطق؟ إخواني الحضور، ومع كل ما تقدم، فالعامل البحريني لا يتأفف في عمله، بل يعمل بجد واجتهاد وتفان. ومنها هنا أحب أن أوجه رسالة إلى كل من يشكك في العامل البحريني، أقول له كما يقول المثل البحريني الدارج: ترى ما يحق ظهرك قرضك، ولتأخذ الموعظة من غيرك من الشركات التي اعتمدت في إداراتها على الأجانب فنهبوا أموالها وفروا إلى بلدانهم. الرفيقات والرفاق، إننا وإذ نحتفل بهذه المناسبة نود الإشارة إلى الصعاب الاقتصادية والتي تعصف بشتى نواحي حياة المواطنين، من تراجع في مستوى التعليم وتدني الخدمات الصحية وازدياد الضرائب وتكاليف فواتير الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود وازدياد ازدحامات الطرقات وتآكل الطبقة المتوسطة في وطني عشقتك منذ ولدت وغادت في الكون نفسي، واستلهمت روحي نشيدك في من مآتمنا وعرصي، وغدت خمائلك التي من جدول الشهداء تسقي أملا يلوح لخاطري ما زلت ألمحه بأمسي. وطني، هواؤك عطرنا وبطيبه لا زلت أحيا،
شعاع شمسك دوحة ستظل للشعاع وحيا، كم هزني شوقي إليك وكنت للأواح محيا، كم هزني شوقي إليك وكنت للأواح محيا، ستظل نبضا في فؤاد ودع الدنيا لتحيا. ختاما أوجه لكم رسالة من التجمع الوطني لمقاطي الوحدوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك رياض. محاربة الفساد تقتضي منا تفكيك الفلسفة الاقتصادية التي أدت إلى الفساد والنهج السياسي التي تسلكه الدولة. وحين تؤكد رؤية البحرين 2030 على التنافسية والتخلي عن سياسة الدولة الريعية، يحق لنا أن نفكك هذا الخطاب لنعرف هل هي سياسة الدولة القائمة على ريع النفط أم على مسؤولية الدولة تجاه الرعاية الاجتماعية. إنه خطاب يحمل بين ثناياه دفعاً لسياسة اقتصاد السوق وتحويل دور الدولة إلى ميسر لدور القطاع الخاص، أي دور السمسار الكمبرادور كما يصفه الرفيق مهدي عامل، الذي يقوم دوره على توفير الفرص الاستثمارية للأجنبي مقابل الحصول على الكوميشن العمولة. فهذه ليست دولة، هذه دولة السماسرة لا دولة المواطنة. إذن فلننتقل الآن إلى كلمة تجمع الوحدة الوطنية، وليقدمها الدكتور محمد الحسني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يطيب لي باسم تجمع الوحدة الوطنية أتقدم جزيل الشكر والتقدير للمنبر التقدمي على إقامته لهذا المهرجان الخطابي، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر وشاركنا هذا المهرجان من أصحاب السعادة النواب ورؤساء وأمناء الجمعيات السياسية والحضور الكريم. الإخوة والأخوات قيادات الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المحترمين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعذروني فصوتي ما زلت في وعكة صحية. الله يسلمكم. نخاطبكم اليوم في هذا المحفل الوطني والمهرجان الخطابي، وجميعنا يدرك خطورة الفساد كنزعة شريرة متأصلة في النفس البشرية وموجودة في كل المجتمعات الإنسانية بنسب متفاوتة. هذه المفردة التي يكره ضعاف النفوس سماعها، ويتمنى الكثير من الفاسدين في مختلف المجالات حذفها من القاموس نهائيا حتى يتخلصوا من ملاحقتها لضمائرهم الفاسدة. نلتقيكم ونحن وأنتم نستشعر جميعا الدور المهم للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع الوطني وجميع القوى الوطنية في معركة المجتمع البحريني ضد ظاهرة الفساد حتى تتحقق أهداف البناء المنشودة، إذ لا بناء في ظل وجود معاول الهدم والفساد، وهو أحد معاول الهدم. ويقول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. إخوتي الكرام، نلتقي اليوم في هذا المهرجان الخطابي، وكلنا أمل في أن تكون وقفتنا هذه بداية لتحريك الدور الشعبي في مواجهة مظاهر الفساد والوقوف بحزم لإنهاء مسلسل الفساد والخلل الذي ظلت تكشف عنه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في كل عام، ويستمر دون علاج منذ بدء إنشاء الديوان الرقابة وحتى
آخر تقرير للديوان هذا العام، إن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تؤكد استمرار التجاوزات وخروقات القوانين والهدر المالي والإداري في عديد من الوزارات والجهات الحكومية، بجانب ما تكشف عنه من وجود حالات تضارب مصالح وإبرام عقود من دون طرحها في مناقصات عامة، فضلاً عن عدم عرض الكثير منها على هيئة التشريع والرأي القانوني للمراجعة، فضلاً عن تقييد عدد من الشركات التجارية في السجل التجاري لشركاء غير بحرينيين بصورة مخالفة للقوانين، وإبرام عقود توظيف مخالفة للنظم واللوائح القانونية، بجانب العديد من أوجه الضعف الجوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية في الكثير من مؤسسات الدولة. نقف اليوم مجددين المطالبة لمجلس النواب والسلطة التشريعية بتفعيل أدواتها الرقابية وتوجيه الأسئلة للمسؤولين والوزراء بشأن ما يرد في تقارير ديوان الرقابة المالية من تجاوزات الوزارات والمؤسسات المختلفة. وإننا في تجمع الوحدة الوطنية ظللنا نقوم بدورنا في التنبيه والنصح وبث الوعي العام من خلال الكثير من الورش والندوات التي يجتمع فيها مختصون وخبراء للحديث والنقاش حول مخاطر استمرار وتنامي مظاهر الفساد وضعف أداء مجلس النواب في محاصرة هذه الظاهرة، ووضع الآليات التي تحقق الردع المطلوب للمخالفين والمتجاوزين. وفي الوقت الذي نشيد فيه بتوجيهات سمو ولي العهد بتحويل أكثر من ملف من تقرير الرقابة المالية والإدارية للنيابة العامة، نؤكد على أهمية الدفع بآليات تنفيذ هذه التوجيهات السامية. إننا في تجمع الوحدة الوطنية نجدد الدعوة لجميع قطاعات المجتمع بأن تكون هي العين الرقابية الشعبية على الفساد بكل أشكاله الظاهرة والخفية. فمحاربة الفساد تبدأ من النفس، ومن ثم تتوسع إلى العائلة، ومن ثم بيئة العمل، فتنتهي بالوطن. إن استمرار التجاوزات الإدارية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها بلادنا يعكس بصورة واضحة حجم الاستهتار وضعف الإحساس بالمسؤولية لمن هم في قيادة العمل التنفيذي داخل تلك المؤسسات، حيث أن هذه التجاوزات بما يترتب عليها من هدر وتبديد لميزانية البلاد ينعكس أثرها بشكل مباشر في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخدمية للمواطنين بالمستوى المطلوب. حفظ الله البحرين وحفظ أهلها. وقبل أن أختم أحب أن أكرر شكري أيضا مرة أخرى، وفرحتنا اليوم بفوز منتخبنا ووحدتنا وتأكيد هذه اللحمة الوطنية التي تحدث عنها عدد من الأخوة في تعزيز روابط المحبة والإخاء بين الشعب البحريني، أعتقد هي أحد أهم أسباب أيضا التي تعززنا اليوم لنكون يدا واحدة لنحارب فيها الفساد. نعم، نحن معكم ضد الفساد، وجميع البحرينيين أعتقد لا يختلف فينا أحد بأننا مع هذا الوطن من أجل أن نكافح الفساد. شكرا لكم. شكرا للدكتور محمد الحسني. مجلس تشريعي كامل الصلاحيات ونظام انتخابي عصري وعادل لا أكثر هو ما يضمن كبح جماح الفساد. نختتم مهرجان الخطابي هذا مع كلمة كتلة تقدم البرلمانية يلقيها النائب الرفيق عبد النبي سلمان، فليتفضل مشكورا. مساء الخير جميعا.
بداية اسمحوا لي أولا أن أتوجه بالشكر لكم جميعا على حضور هذا المهرجان الخطابي المعبر. هذا المهرجان الخطابي الذي تنادت له الجمعيات السياسية ومؤسسة المجتمع المدني. أشكر كل المنظمين الذين آلوا على أنفسهم أن يكون هذا المهرجان مشتركا بين الجمعيات السياسية ومؤسسات أو بعض مؤسسات المجتمع المدني، ولا أقول جميع مؤسسات المجتمع المدني. كم نحن في حاجة ماسة إلى هذا الجهد المشترك لمواجهة كل القضايا، وليس فقط الفساد، كل القضايا التي تقف أمامنا كوطن وكشعب وكدولة. أعتقد أن هذه الوقفة الجادة يجب أن تتكرر وأن تستمر، ولا بد لها أن تستمر، والقائمين عليها يجب أن يألوا لا يألوا جهدا في الاستمرار في هذا النوع من الجهود المشتركة، ولا أن تكون ولا يقبلوا أن تكون هذه الجهود مجرد جهود موسمية كما هو الحال مع أو سنوية كما هو الحال مع تقارير ديوان الرقابة المالية التي نحتفي فيها سنويا، وللأسف باعتبارها تقارير تدين الفساد، لكن سرعان ما ننسى ونتجاوز تلك الفترة لنعاود أكثر بعد أكثر من 17 سنة مناقشة 17 تقريرا كلها تحوي وجوها متعددة من الفساد والتجاوزات المالية والإدارية. أقول ذلك لأننا بالفعل نلمس ونحن في المؤسسة التشريعية، وأنا أكلمكم هنا نيابة عن كتلة التقدم البرلمانية التي تأخذ كما تعلمون مسألة الفساد على محمل الجد. وبالفعل نحن نتطلع ليس من الآن فقط، ليس من الفصل التشريعي الرابع، وإنما منذ الفصل التشريعي الأول في عام 2002 نحن نتطلع دائما إلى أن تكون هناك جهود مشتركة بين الدولة والمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والمجتمع بأسره لمواجهة كل مظاهر الفساد والتعدي على المال العام. لكن أيضا دعونا نقول أيضا أننا في إطار حديثنا عن الفساد لا يجب أن ننسى القضايا التي تسببت فيها كل مآسي الفساد، وأقول مآسي الفساد لأن مآسي الفساد تنعكس على كل بيت وأسرة وفرد في المجتمع، وتنعكس حتى على الدولة نفسها. عندما نتكلم عن ظواهر كالمديونية العامة للدولة التي وصلت إلى أكثر من 13 مليار دينار بحريني وأزيد من ذلك، عندما نتكلم عن ظواهر أيضا تتعلق بقضايا أساسية تتعلق بقضايا المتقاعدين، هناك 14 مليار دينار عجز في ميزانية التأمينات الاجتماعية المعنية بقضايا المتقاعدين وبرامج التقاعد والضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي. عندما نتكلم أيضا عن ظواهر ومصاعب ومشاكل مثل ظواهر الفساد المستشرية في مسائل التوظيف والبطالة التي نحن بصددها الآن، هذه القضية المؤرقة فعلا للمجتمع التي لا يمكن أن نغض الطرف عنها أو تغض المؤسسة التشريعية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني عن هذه الظاهرة. هذه المسألة وغيرها من المسائل تحدث عنها وبإيجاز أو تحدثت عنها وبإيجاز أحيانا تقارير ديوان الرقابة المالية، تحدثت عن الفساد في التوظيف والفساد في جامعة البحرين والفساد في البعثات والفساد في كل وجوه الحياة التي نعيشها وبكل أسف في البحرين. هذه التقارير هي بالفعل أمانة عند مجلس النواب، ونحن نتحمل مسؤولية هذه الأمانة، لكننا نقول أيضا أننا لا يمكن ككتلة صغيرة داخل مجلس النواب أن تتصدى لمظاهر متعددة من الفساد والتجاوزات والتعدي على المال العام والتمييز وعدم وجود الكفاءات وإهدار الكفاءات في المجتمع والتعدي على النظام التعليمي وعلى الوظائف وعلى حقوق كل المواطنين البحرينيين في الحق العام وفي الوظائف أيضا. لا يمكن لكتلة أن تقوم بهذا الجهد لوحدها، هناك مؤسسات مجتمع مدني تتخلى عن دورها بكل أمانة، أقول هذا الكلام، تتخلى عن دورها باستمرار دون أن ترقب هذه المسائل ودون أن يكون لها جهد مباشر. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكنني أقول أننا نتحمل ككتلة التقدم هذه الأمانة، وطالما أوضحنا لكم وللمجتمع البحريني جديتنا في التعاطي مع مسائل الفساد داخل البرلمان. تذكرون جيدا مسائل الميزانيات العامة منذ 2002 حتى الآن، تذكرون جيدا أيضا تقارير ديوان الرقابة المالية التي وظفناها بقدر استطاعتنا
ككتلة منذ 2002 ولا زلنا في تحقيق العديد من لجان التحقيق في برلمان 2002 الذي تذكرون منها على الأقل اثنتان، أحدهما لجنة التحقيق الشهيرة في التأمينات والتقاعد في إفلاس التأمينات والتقاعد الذي تحدثنا عنه قبل غيرنا ولنا أن نفتخر بذلك ولا زلنا نتحدث عن ذلك. لدي سؤال الآن مقدم لمعالي وزير المالية سوف يطرح في البرلمان في المجلس في الجلسات القادمة القريبة جدا، يتعلق أيضا بنفس الملف وهو ملف التأمينات الاجتماعية. كأن شيئا لم يكن وكأن الحكومة لم تجد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في 2002 الذي وضعنا فيه حلولا ووضعنا فيه خلاصة جهودنا، بل كتبناه بأيدينا التي لم ترتجف يوما في مواجهة الفساد، وسوف نكتب أيضا تقارير متعددة. أقول لكم ذلك ونحن نطرح الآن أو نتقدم الصفوف الآن داخل مجلس النواب، وهناك ثلاث لجان تحقيق برلمانية الآن: لجنة التحقيق في البحرنة التي تحدثتم جميعا عنها الآن، نحن كان اسم تقدم وأعضاء تقدم في المقدمة من يطالبون بإنصاف البحرينيين، وفي كل الجلسات منذ الدور الأول حتى هذا الدور في الفصل التشريعي الحالي نحن نطالب بإنصاف البحرينيين، مبتعدين في طرحنا عن أن تطرح هذه الملفات تحت أي ظرف، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن تطرح هذه المسائل من جوانب طائفية أو مذهبية، نطرحها بحق بأنها حق لكل بحريني، ومن حق البحرينيين أن ينصفوا في الوظائف وفي سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وسوف نستمر في طرح ذلك وبقبة وبكل قوة رغم أننا نجد من يعترض على ذلك حتى داخل مجلس النواب أحياناً وبكل أسف، لكن ذلك لن يغير في الأمر شيئاً. سوف نستمر في طرح كل حقوق البحرينيين في التوظيف وفي التعليم وفي البعثات وفي الصحة وفي الحفاظ على المال العام وفي التقاعد وفي البيئة والحفاظ على البيئة وفي كل هذه القضايا. سوف تجدون كتلة التقدم دائماً في مقدمة الصفوف والمطالبة بكل ذلك. أقول ذلك وقبل أن أختم أيضاً أننا نوظف أو نحاول أن نوظف تقارير ديوان الرقابة المالية بكل ما نستطيع، لا نريد أن نحتفي بتقارير ديوان الرقابة المالية موسمياً فقط، لأن ذلك لن يرضينا ولن يرضيكم ولن يرضي الشارع البحريني المتعطش لمحاسبة ومساءلة الفاسدين. لكننا أيضاً نريد أن نؤكد أن تقارير ديوان الرقابة المالية ليست جهداً أو فقط مسؤولية كتلة التقدم أو البرلمان. تعرفون طبيعة التوازنات داخل البرلمان، أنتم لستم غرباء عن طبيعة التوازنات داخل البرلمان، لكننا أيضا لا نتخذ من ذلك عذرا، نحن في مقدمة الصفوف ندافع عن كل هذه الملفات التي يتطرق لها تقرير ديوان الرقابة المالية: الفساد في الجامعة، الفساد في وزارة التربية والتعليم وفي البعثات، الفساد في ديوان الخدمة المدنية، الفساد والمغالطات التي تقدمها وزارة العمل في نسب البطالة، الفساد في الصحة، الفساد في التعليم، الفساد في الإسكان، كل هذه القضايا وغيرها سوف نطرحها وسوف نستمر. لكننا أيضا نريد أن نشدد أننا لوحدنا من دون وجود جمعيات المجتمع المدني لن نكون قادرين على أن نحدث تغييرا حقيقيا. أنا أريد لهذا الشعار معا ضد الفساد أن يكون ليس شعارا موسميا، يجب أن يكون شعارنا من الآن، يجب أن تبنى من خلال هذه الفعالية تحالفا وطنيا ضد الفساد. لن يمنعكم القانون، القانون والدستور يؤكدان دائما على محاربة الفساد. نحن لا نتطلع إلى تأليف يعني تحالف سياسي، نحن نتطلع إلى أن يكون هناك تحالف ينطلق منكم جميعا، الجمعية السياسية ومؤسسة المجتمع المدني، اسمه التحالف الوطني لمكافحة الفساد. ذلك ما سيشد ظهرنا داخل البرلمان الذي نتطلع فيه إلى أي دعم سواء كان صغيرا أم كبيرا، وهذا الدعم لن يأتي إلا منكم، أنتم النخب وتمثلون النخب وتمثلون الجمعية السياسية. قبل الختام أريد أن أوجه كلمة لأخي وصديقي الأستاذ حسن الحلواشي. أنا بالفعل ذكرت في مداخلتي الأخيرة أننا لا نريد لهذا البرلمان أن يكون صوريا، ونريده فعلا أن يكون حقيقيا، ونحن نقصد ما في كلامنا أننا بالفعل نتطلع إلى أن يكون برلمان حقيقي وليس صوري. نعرف منذ 2002 وليس منذ الآن أن هذا البرلمان
منتقص الصلاحيات، لكننا دخلنا البرلمان من أجل شعبنا ومن أجل حقوق شعب ومن أجل مصالح الناس، ولن نرتكن إلى فقط التذمر والشكوى من خارج البرلمان بل في قاعة البرلمان على الرغم من كل المصاعب. لكنني أيضا أوجه ملامة بسيطة إلى صديقي أستاذ حسن، نحن تكلمنا أكثر من أي وقت مضى عن البطالة ولم نسمع خطابا أو بيانا أو شجبا أو لقاء من قبل إخواننا الذين نحول عليهم في الاتحاد العام لعمال البحرين، الذين يقولون باستمرار أنهم يمثلون غالبية عمال البحرين. حقا فعلا هم يمثلون غالبية النقابات في عمال البحرين، لكنني أريد أن أقول أننا نريدكم معنا، لم نسمع منكم كلمة أو رأي. أخي حسن صديقي، في مسألة البطالة داخل البرلمان التي نناقشها حتى هذه اللحظة، 8 أشهر ونحن نتكلم في لجنة التحقيق البرلمانية في البحرنة، لم نسمع صوتا لنقابات عمال البحرين بكل أسف. ليس ذلك فقط، نحن أيضا تحدثنا في كل الجلسات من دون استثناء، عندما تحدثنا عن الفساد، عن الميزانية، عن برنامج الحكومة وعن كل المشاكل التي طرحت حتى هذه اللحظة، تحدثنا عن البطالة بشكل أساسي، ولا أريد أن أتكلم عن الملفات الأخرى، لكن البطالة كانت حاضرة في كل الجلسات، ولم نسمع صوتا واحدا وحيدا من الاتحاد العام لعمال البحرين. أريدكم أن تسمعون أصواتكم. أريد فقط أن أذكر في ختام كلمتي أننا في 2002 كنا كتلة أيضا تتألف من 3 نواب، والآن نحن كتلة تتألف من 3 نواب، يحيطنا أكثر من 13 أيضا من الأخوة المخلصين داخل مجلس النواب وأكثر من ذلك. كنا في 2002 نقود المظاهرات التي ينظمها اتحاد عمال البحرين، الآن لا نسمع حسا ولا صوتا لعمال البحرين وبحجة أنه لا يسمح بالتظاهر. فليكن، إذا لم يسمح بالتظاهر فهناك 1000 وسيلة ووسيلة يمكن لعمال البحرين أن يبدأوا بها، وسوف نكون أمامكم وفي مقدمتكم نقود النضال من أجل مصالح شعبنا. وشكراً.